مريم في قضية المخدرات دي قالت انها خدت الكاميرا معاها، وده معناه انها ممكن تكون صورت اللي حصل. ورسمة المفتاح دي ممكن تكون كانت قصدة بيها اي حاجة. الكلام ده من 2007، يعني ممكن يكون الشخص اللي بتتكلم عنه ده مات او هاجر اصلا، وممكن يكون عايش. وبعدين بقى ما ترد يا نوع، هتكون راحت فين يعني؟ بنتك مش هسيبها، لو وصلت لدرجة الخطف هخطفها. يا ستار يا رب. مريم في الأول كانت كاتبة مذكراتها باللغة العامية، جت في آخر جملة كتبتها بالعربية الفصحى إنه حقا طريق الوداع. تقصد إيه؟ مش يمكن مريم تقصد بطريق الوداع ده إنها قررت ما تشتغلش مع المنتج ده تاني؟ أو يمكن ده رمز لطريق موجود فعلا فيه مكان هي مثلا شايلة فيه دليل يدين صدقت. لقيتها يا هل، لقيتها. طريق الوداع يعني طريق النهاية، ومفيش أي حاجة قريبة من الكلام ده غير طريق نهية. قوم يا ده امشي من هنا، قوم امشي من هنا. ده رعبني كل شوية، رعبني خلاص. أنا في حاجة افتكرتها. إيه هي؟ تحبي تتفرجي على الأفلام؟ طبعاً، كان كل يوم جمعة بيفرجونا على فيلم الدار وإحنا صغيرين، بس بعدين ما بقاش بيحصل. بس كنت بفرح قوي لما بيفرجونا على فيلم من أفلامك، كنت بقعد أتمنظر وسط العيال وأقول لهم إن دي قبل مريم بنت ماما أمال. هو حضرتك اتفرجت على كل الأفلام دي قبل مريم؟ طبعاً، أنا بعشق السينما. الوقت لما بكونش واقفة فيه قدام كاميرا أو بمثل لازم أكون بتفرج على فيلم جديد. كل الأفلام دي حتى لو شفتها بتفرج عليها تاني وتالت وما بزهقش. السينما بالنسبة لي حياة. أغلى حاجتين في حياتي التمثيل. وإيه؟ مفيش. تحبي تفرجي على فيلم فيهم؟ يا ريت. طب خلاص اختاري فيلم بنفسك. ماشي. أنا عايزة أتفرج على ده. لا بلاش ده، خليني أشوفه الأول لوحدي. ورسمة المفتاح جاية جنب جملة طريق الوداع، يبقى الشريط ده هو مفتاح القضية. الشريط ده نجيبه منين؟ مريم خدته مني وقتها وشالته في درج المكتب. يعني إيه ما ينفعش أجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في أي حاجة. طب وإيه المشكلة يعني؟ ما أنا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكرة. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي هذا؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. اقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكله، دي حاجه تتعوض يعني. المشكله مش في تمنه. امال المشكله فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه ايه يعني؟ الشنطة يا ست البنات.
وده اللي انتوا طلبتوه. تسلم ايدك يا ست الكل. لو في اي مصلحه تاني احنا في الخدمه. تشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك اعتبريه حصل. لا تمام شكرا جدا. ان شاء الله بينا نهبق. ها يلا. لا خد راحتك. معلش. لا ده انا للاسف. لا براحتك اتفضل. كانت في الحمام قبلي. عبادة أنا عايزك تساعدها من غير ما تسبب أي إحراج ليها. لازم نقف معاها. بابا أنت مش خايف من وجود نورهان دي في البيت؟ أنا مش خايف منها، أنا خايف عليها. معاك حق. طيب أنا ماشي، مش عايز مني حاجة. مع السلامة يا حبيبي. وصلت لحاجة؟ الفيلم اللي مريم صورت جزء منه وتوقف اسمه الحب على شاطئ البحر، ده من إنتاج شركة الصفوة لإنتاج الفني. طب ومش قايلين اسم المنتج؟ ما تذكروش إلا عنوان الشركة بس. طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ أيوه زكي، خد العنوان ده 15 شارع السبيل المهندسين، ده عنوان شركة الصفوة للإنتاج الفني. عايز اعرف اسم صاحبها وساكن فين. يلا. لازم نرجع لشقة مريم. انا عرفت هي مخبية الفيلم فين. برضه مفيش. مريم ليها مكتب تاني في حي الزهور؟ أول مرة أسمع إن عندها مكتب تاني. أنا متهيألي إن الزهور اللي رسمتها مريم رمز الحي الزهور اللي فيه مكتبها. الشريط اللي إحنا بندور عليه أكيد هناك. أيوة زكي، عملت إيه؟ أنا رحت العنوان بس أنا عايز أتأكد، هي الشركة اسمها التقوى ولا الصفوة؟ الصفوة يا زكي، الصفوة. ايوه بس العنوان ده اللي موجود فيه الشركه اسمها التقوى للسياحه. سياحه ازاي؟ اه والله زي ما بقول لك. طب ما سالتش حد جوه؟ لا ما هي كده كده قافله، بس انا من النجمه هيلاقوني في خليتهم، هستفسر عن كل حاجه وابلغك. طب لو وصلت لاي معلومه منهم تبلغها لي على طول. ماشي عالمي. ماشي. انا عايزكم تاخدوا بالكم كويس قوي.
الفلكة دي لو مشيت المصلحة تبقى للكل. ما تقلقش يا كبير، كل حاجة هتمشي زي ما انت قلت بالظبط. تمام، أهم حاجة كل حاجة تمشي بعيد عن الديسكو، أنا مش عايز مشاكل، كفاية اللي حصل امبارح. طيروا. زيادة عدد حالات الهياج اللي بتشبه الزومبي، وده نتيجة أثر تعاطي مخدر الفلاكة. سيادة الوزير كلمني 6 مرات، قلقان جدا من اللي حصل، والإعلام بيتهمنا بالتقصير. سعادتك، المعلومات اللي احنا جمعناها بتقول إن اللي حصل ده حصل في ديسكو في نطاق محافظة الجيزة. الواد اللي طلع في الفيديو اسمه رامي الشاهين، أبوه بيشتغل مهندس بترول وعايش في الكويت، يعني الواد قاعد هنا لوحده. الواد ده مدمن المخدرات بقاله 3 سنين. عايزك تتابع للديسكو ده، تعرف علاقته بالحادث ومين اللي بينزل حبوب الفلاكة ومسؤول عن توزيعها. سعادتك، دي نفس الحبوب اللي لقيناها في بيت ابو مصعب. معنى كده ان احنا لو قبضنا عليه ممكن نحصرها قبل ما يوزعها على بيت التجار وتنزل السوق. طيب، عايز تقليلها عن الناس دي، الحادثة عاملة رعب للكل، شعاب بتزيد، واحنا من الاخر مسؤولين عن حماية ارواح الناس. اوامر يا فندم، اوامر. عليك ده تقرير عن حادثة الفلاكة. صاحب الديسكو اسمه مهاب طلعت، أبوه يبقى طلعت الملاح، عضو بالبرلمان. زياد، سيب لي الملف ده وانت استناني برا لحد ما خلص اجتماع. معليك، مش هحضر الاجتماع معاك. زياد، استناني برا لحد ما خلص اجتماع. اتفضل. عوف، ادرس الملف ده، تتابع لي كل المشتبه فيهم عشان نلحق المشكلة من أولها. مالك يا روف؟ انا فرحي بكره بالليل يا فندم. هعمل الكلام ده امتى؟ فرح ايه اللي بكره؟ انت لسه ما اتجوزتش يا فندم. لسه يا فندم، ربنا ان شاء الله اذن بكره. ان شاء الله يأذن. بسيطه، ادرس الملف بالنهار، تلبس بدلتك وتتجوز بالليل. هو الفرح ايه غير بدله؟ اوامر يا فندم، اوامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كنت مسافر برا ولسه راجع من أسبوع، وبدور على واحد صاحبي اسمه هيثم، هو كان شغال هنا في شركة الإنتاج. لا حضرتك، دي شركة التقوى للسياحة. غريبة، دي كانت شركة إنتاج. لا، شركة الإنتاج قفلت، والشقة دي اشتراها الحاج طلعت الملاح وعملها مقرر شركته. الله يرحمه. نعم. لا لا، أنا آسف، أنا آسف. ترى أنت فين يا هيثم عالمي؟ طبعا انت عارف يا زاد ان شغلنا في الجهاز ما ينفعش فيه الغلط، لان الغلطه فيه فوره. تقصد ايه معالي؟ اقصد ان يوصل بيك الامر انك تتخانق في الشارع، تخطف مواطن تطلع بيه على الاسم، وتهددهم بسلطتك. واضح ان الموضوع وصل معالي غلط. الموضوع مش اكتر من مشاده بيني وبين واحد اتعرض لي في الشارع. انت اللي اتعرضت لطريقتك نهى. لو منظور كلمني واشتكالي، وانا قلت دي امور شخصيه بلاش اتدخل فيها، لكن انك تطلع مسدسك وترهب المواطنين. هو رؤوف لحق يبلغ معاليك؟ بالعكس، أنا ليه حساب مع رؤوف لأنه ما بلغنيش. ولازم تفهم مع حضرة الضابط، شغلان في الجهاز
ان كل ظابط فيكم معاه 5-6 بيكتبوا عنه تقارير وخط سيره. ولا نسيت حضرة الظابط انك كنت بتكتب تقارير وخط سير زمايلك؟ معليك انا كنت بنفس تعليمات العميد طارق. وانا بنفذ القانون. انت بتحاول للتحقيق، خد اي حاجه ليك في المكتب، لان لو التحقيق جه لصالحك انا ارفض ان ظابط زيك يكون عندي في الجهاز. اتفضل. بقولك ايه لو سمحت؟ أمرني. ممكن حضرتك تلف لي البوكيه ده؟ ذوق حضرتك حلو قوي على فكرة. بقولك لو سمحت. أمرني يا فندم. ممكن تلف لي البوكيه في الجورنال ده؟ في الجورنال؟ ذوق حضرتك غريب جدا. اصل انا حدي البوكيه لواحده صحفيه، فعايز يعني اعمل فكره مختلفه. ده فكره جميله قوي. يعني ذوق حضرتي تمام اهو. ذوق حضرتك تمام جدا كمان. اي خدمه عالمي. اصل وهو صغير كان نفسه يطلع حرام، بس الظروف بقى ما ساعدتهوش. هو انت ما عندكش دم؟ من ساعة اللي حصل آخر مرة وبرضه ما حرمتش؟ أنا جاي أبارك لك النجاح، وعايز كمان أقول لك إني مبسوط، بقيت أشوف مقالاتك على الصفحة الأولى. وأنا مش عايزاك تبارك لي يا أخي، وتفضل امشي من هنا دلوقتي. أنا جاي أعمل الواجب معاكي، وأنت تعامليني بالشكل ده؟ يا نهى، يا نهى أنا اتغيرت. في إيه تاني يا زاد بيه؟ جاي أتكلم معاها كلمتين. أيوه بس نهى دلوقتي عندها شغل. جرى يا أستاذ فراز؟ قلت لك جاي أتكلم معاها كلمتين على انفراد وماشي. نهى خلصي مع الباشا بسرعه وتعالي لي مكتبي عشان عايزك. نهى انا مش جاي عشان اتخانق معاكي، انا جاي عشان نتكلم في هدوء. احنا ما فيش بينا كلام اصلا، ولو ما مشيتش ما تفوقي بقى من نفسك. ايه اللي انت فيها دي؟ نزل ايدك. ابعد عني. اوعى امشي. اوعى ابعد. ايه انت فاكر نفسك ايه؟ ابعد عني. ايه في ايه؟ امشي. انت فاكر نفسك ايه؟ بس امشي من هنا دلوقتي. ابعد عني. انت فين جاي بيك؟ اتفضل بقى، اتفضل بعد اذنك، ما ترجعش هنا تاني. بس يا دكتور ابعد عني. ابعد عني. مش خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. مش عايز اشوفه تاني. مش عايز اشوفه تاني. روح روح. الفيديو ده مفهوش أي أدلة تصدق، وشه ما ظهرش خالص. لا ما في فيديو تاني. طب شغاله مستني إيه؟ وقف الفيديو، رجع شوية كده. ده هو ده طلعت أبو وهاب. الفيديوهات دي مش كافية لأداني طلعت أو صدام. بس دي نفس شنطة المخدرات اللي كانت موجودة في الفيديو التاني. أيوة دي الشنطة اللي شايفينه الشنطة، ما
بس مش شايفين مخدرات. نتيجة طلعت ومهاب هما اللي هيوصلونا لصداد. أنا كنت ما صدقت إن البنت ابتدت تنسى القرف اللي كانت عايشة فيه. هي حالتها النفسية بقت أسوأ دلوقتي بسبب البني آدم ده. معلش، إن شاء الله زي ما طلعت من أزمتها الأولانية هتطلع من دي برضه. إزاي بس؟ حالتها النفسية بقت أسوأ جدا. اللي حصل لنهى ده بداية انهيار عصبي، وده سهل التعامل معاه. المهم دلوقتي نشوف حل اللي اسمه زياد ده. لا، زياد ده لازم يوقف عند حده. يلا بنت طيري من هنا. بقول لك مش قادره، اديني اي حاجه وهبقى اجيب لك الفلوس. ما فلوس يا بنت اللي انا عايزها من واحده زيك. انت نسيتي نفسك ولا روح امك؟ انت مش نططت على المكان اللي اكلك وعمل منك بني ادمه؟ جالي دلوقتي. طب والنبي تذكره واحده، تذكره واحده مش هتشوف وشي تاني. انا اصلا مش عايز اشوف وشك اولاني. طب على فكره بقى، في واحد بيدور وراكوا ومسك عليكوا دليل وهيوديكوا في 60 داهيه. واحد مين؟ ودليل ايه اللي ماسكه علينا؟ اديني التذكرة الأول هقول لك على كل حاجة. تذكرة ايه؟ مفيش تذكرة لما تقولي التذكرة الأول. بكرة الصبح الدليل هيبقى عندك. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ مفيش، قلت اتمشى شويه. الحاجات اللي انت مخبيها وراكي دي هي الدليل اللي هتخليني اجيب حق والدتك. بس انا مش همنعك، براحتك. انا اسفه بس غصب عني. انت لازم تتعالجي وانا هقف جنبك لغايه ما تبقي كويس. مين قال ان انا مش عايزه اتعالج؟ وحضرتك فاكر ان انا مبسوطه باللي انا فيه، بس انا مش عايزه حد يشيل همي. والنبي سيبني امشي. نوران، انا عارف ان صعب جدا انك تبطلي، بس احنا كلنا هنقف معاكي.
بس بس حبيبتي بس بس عيطت عيطت حبيبتي. انت بوظتي لي البيجامه. برافو يا جماعه، بروفا هايله. انا ماجد زيدان، رجل اعمال وصاحب اكبر شركه تنظيم حفلات في الشرق الاوسط. اهلا يا استاذ ماجد، الحمد لله ان اغنينا عجبت حضرتك. عجبتني جدا بصراحه، انا كان ليا صديق اتفرج عليكم مره، هو اللي قال لي لازم اجي اتفرج عليكم. استمتعت جدا بيكم وانبسطت، بس للاسف دي الوقت انا مش هقدر احضر معكم الحفله، بس اكتفيت باللي شفته، انبسطت جدا بصراحه. الحمد لله ان اغنينا عجبت حضرتك، يعني احنا نفسنا نوصل لكل الناس ونفسنا الناس كلها تسمعنا. لا ده حقكم، وعشان كده انا بعرض عليكم امضي معاكم سنه وست حفلات في الدول العربيه. يلا جدا. المهم البطل بتاعنا وافق عزيز ولا رأي؟ أنا موافق طبعا. تمام، يبقى هتعدوا عليا بعد بكره في المكتب ونمضي العقود. زيزو طلب الله. زيزو 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 يلا يا جماعه العربية بسرعه، لازم نحاول اقرب مستشفى. هو ايه اللي حصل؟ احنا كنا قاعدين بنتكلم مع بعض عادي، وفجاه لقيته وقع من طوله، اصله ما كانش واكل حاجه من الصبح، واول حاجه عملتها اتصلت بيك واتصلت بوالدته من تليفونه. طمنا يا دكتور، حالته عامله ايه دلوقتي؟ مجرد هبوط بس، والصبح يبقى كويس. يعني هو لازم يبات؟ الافضل ان هو يستنى هنا النهارده لحد بس ما نطمن انه بقى كويس. بعد اذنك. اتفضل. عز عز مالك يا حبيبي، في ايه؟ طمني مفيش اي حاجه، هيبقى كويس. هو بس اصله ما فطرش كويس ونزل عمل مجهود، وانا هبات معاه هنا. تبات معاه؟ انا اللي هبات معاه. انت ليه عايز تحسسني اني مش امه؟ خلاص يا عم هلال، انا هبات معانا ومعز. ومعز؟ ودي ايه دي كمان؟ طبعا تلاقيكي واحده من اللي مضيع وقته معاهم في المزيكا وكلام الفاضي. يلا يا ماما، يلا شوفي وراك ايه. تعالي معايا انا هوصلك. انا تعالي معايا. ام عز ايه؟ هي مش امه. اهو استاذ هلال. عملت ايه يا زكي؟ طلعت الملاح دخل الفيلا بتاعت صلاح ضاحي وقالوا بتاع نص ساعه. صلاح ضاحي؟ ده راجل الاعمال بتاع السياحه. انت متاكد من الكلام ده؟ والله اليافطه قدامي اهي. صلاح ضاحي صدق. اسمع زكي، انا هروح البيت اجيب الشريط اللي عليه الفيديو، وانت سبقني على شقه مندور. سلام عالمي. ها بتشرب ايه يا عماد؟ لا ولا اي حاجه، انا جاي اطمن على نهى ونازل على طول. ايوه تطمن، بس هتشرب حاجه؟ هتشرب النسكافيه بتاعي تخصصي، مفهوم؟ ماشي. هتشربه غصب عنك، هي المسألة مش بمزاجك. أنا مش هيشرب نسكافيه. اتفضل. الحمد لله أنت بقيتي أحسن دلوقتي. الحمد لله. بصي بقى، أنا هكتب لك على أدوية هتريحك جدا، بس مش عايزك تفكري في أي حاجة بقى تعمل لود على أعصابك. ما كانش لازم تسيب شغلك وتتعب نفسك. لا ما أنا بحب التعب عادي، وبعدين أنا ما جيتش هنا من فراغ. أقصد يعني إن بابا موصيني عليك. أستاذ هلال ده دايماً بيفكر في حل مشاكل كل الناس اللي حواليه، بصراحة أنا بحسدك عليه. بابا ده أهم حد في حياتي. طب وابنك؟ ماله؟ أنا أسفة إني بسألك في حاجة شخصية يعني، بس كان أستاذ هلال كان حكالي يعني حاجات عنك. لا مفيش حاجة، ماضو ده أحلى حاجة حصلت لي في حياتي، بس هي مامته تفكيرها غريب، شايفة إن أي بلد عربي يبقى مكان للإرهاب. اتخانقنا كتير بسبب الموضوع ده، وفي الآخر خيرتني أسيب مصر وأسافر معها روسيا. أنا انفصل. وسبتوا بعض؟ بالظبط، حياتي كلها هنا. ده زي بالظبط ما يكون أستاذ هلال هو اللي بيتكلم قدامي. أنت عارفة إيه بقى أكتر حاجة مضايقاني في اللي حصل لك ده؟ إيه؟ ان انا يوم ما افكر اعمل لك حاجه عشان تبسطك واروح اجيب الجورنال اللي فيه المقال بتاعك والف بيه الورد، يحصل لك كده في الاخر. ورد؟ وجورنال كمان.
ده مسدس حضرتك؟ مسدس. انا اسف جدا، الظاهر ان انا دخلت غلط. هو في ايه بالظبط؟ تعالى. انا؟ تعالى، في واحد حبيبك عايز يكلمك. حبيبي انا؟ انا صلاح ضاحي، صداد اللي انت بتدور عليه. عايز ايه؟ انا مش عايز، انت اللي عايز. هفيدك زيزو تحت عينينا، والدكتور اللي انت شفته في المستشفى تبعنا. على فكرة هو ما جالوش هبوط ولا حاجة، هو خد جرعة تقيلة شوية من الكوكايثيلين. الجرعة دي بتفقده الوعي شوية، والجرعة التانية خدها قدامك في المستشفى. الجرعة دي بتجيب هبوط في الدورة الدموية، وفي جرعة تالتة المفروض هياخدها بعد ساعة. قدامك حل من الاتنين، يا تلحقه يا ما تلحقوش. تعالي تعالي. حاضر 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 يا حبيبتي، حاضر. صبريني يا صبرين، ده ايه ده؟ بالراحه بالراحه. لا بقول لك ايه، في حاجتين لازم نتفق عليهم عشان ربنا يكرمنا في الجوازه دي. اتفضلي. اولا الحمد لله ان احنا اتجوزنا وبقينا في شقتنا الجميله. طب وتاني حاجه؟ مش عايزه اسمع منك كلمه خلينا صابرين يا صابرين دي تاني خالص، ممكن؟ حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر. ايه؟ اقلع. حاضر حاضر يا صابرين، بالراحه. اقلع. حاضر بس بالراحه بالراحه، ما تاخدنيش على الحامي كده. بص هخش بس غير هدومي، ياخد دش. طب خلاص 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 يا ستي، مش عايزين نكد، احنا ما صدقنا يتقفل علينا باب واحد. بص يا حبيبتي، انت تخشي دلوقتي تقلعي تقلعي قصدي تقلعي يعني، وتاخدي دش وتجهزي عشان استعجلتي ليه كده؟ فاهم فاهم. لو الشخص اللي انت هتكلمه حس بأي حاجة قول عن نفسك الرحمن الرحيم، طب لو اجيب الشريط بأسرع وقت. ايوه زكي. الو علامي، كلم ابني الكبير. ابنك الكبير مين؟ ابني الكبير، خليه يجيب شريط الفيديو اللي انا اديتهوله. شريط ايه؟ ما الشريط معاك يا ابني. شريط الفيديو بتاع صلاح اللي فيه دليل المخدرات. طيب ثواني ثواني ثانيه واحده. طيب خليك معايا، خد الرقم عندي. زيت زيرو. ايوه اتنينات. تمام خلاص كتبته. يلا بسرعه كلمه وخليك وراه لغايه ما يرد. سلام. استاذ هلال ما عندوش غير ابن واحد بس، عماد. الموضوع كده شكله يقلق بصراحه. الو الو لا مؤاخذه، هو حضرتك مين؟ انت اهبل، انت بتكلمني في انصاص الليالي عشان تسالني انا مين؟ صح. طب معلش يعني انا اسف، انت تعرف استاذ هلال كامل الصحفي؟ ماله الاستاذ هلال كامل؟ اصل هو لسه مكلمني بصراحه، وكانت مكالمه مقلقه قوي. يعني انت قلقت فانت بتقلقني النهارده؟ ايه الموضوع؟ اصل استاذ هلال اداني رقمك على اساس ان انت ابنه الكبير، وهو ما عندوش غير ابن واحد، وبعدين قال لي ابلغك ان انت تجيب معاك الشريط اللي فيه دليل المخدرات. شريط؟ الشريط بتاع صلاح ضاحي. مخدرات صلاح ضاحي؟ انت فين؟ انا عند فيلا صلاح ضاحي. طيب ما تتحركش من عندك، انا جاي لك حالا. طب انت ما قلتليش انت مين؟ طيب Thank you.
دولاب. أفا إيفو أفا إيفو ترا. أكيد أنت هنا استخبى مني العيب هجيبك برضه. الوقت عمال يعدي، شكل حفيدك هيودعنا. انا جبت الشريط يا استاذ. خد منه الشريط ودخله. ايه ايه تعور نفسك كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ خلاص زيزو يلا نلحق زيزو. ايوه صلاح بيه كده المهله عدت، هنعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما مهاب يكلمنا ويطمنا ان الشريط بقى معاه وفي امان. اوامر حضرتك. ايوه يا حاج، شريط الفيديو معايا، 10 دقايق وبعدكم. مهاب استلم الشريط كده الدنيا امان، على الله ما يكونش اتعمل منه نسخه تانيه ولا تانيه ولا تالته كده. احنا ايه في ايه؟ اتفضلوا معانا. انا طلعت الملاح عضو مجلس النواب. طب اشوف الكلام ده بعدين. هاتوه. الحمد لله على السلامه يا زيزو. الله يسلمك يا هلو. ايه عجبتك القعده هنا؟ يلا عشان نروح. يروح معاك على فين؟ هو مين كان اصلا السبب في كل اللي حصل له ده؟ ايوه غاده، زيزو حفيدي، يعني حته مني وبخاف عليه اكتر منك. خلاص خليك انت مع غاده. انا اسف يا استاذ هلال، بس هو الحقيقه بيتك ما بقاش امان ولا ليك ولا لزيزو. ابني هيخرج من هنا على بيته، مش هيروح في حته تانيه. ماما انا مش هسيب جده لوحده، ولو عايزين نرجع البيت خلاص هلو يجي معايا. لا بس انا ما برتاحش غير في بيت يا زيزو. انا بيتهيالي بيت الاستاذ غاده هيبقى امن، على الاقل بيتها عليه حراسه. ايه رايك فين؟ مش هتفطري معانا؟ لا انا عندي جلسه مهمه في المحكمه. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي، يلا افطر، تعالى افطر. لا مش قادر افطر، انا متاخر عندي شغل، يا دوبك افطر هناك. خدني معاك في طريقك. سلام. هما كده على طول؟ سيب كل واحد براحته يا جدو، انا كمان ماليش نفس، انا هطلع. طالعه فين؟ انت مش عندك مدرسه؟ مش هروح، تعبانه عايزه انام. فكك يا هلو فكك، حش ضعبي التاني هلو. على رايك ده، انت من اول ما قمت من النوم الصبح عينك ما اتشالتش من على الموبايل. ما انا بلعب كلاش اوف كلانز. تلعب ايه؟ كلاش اوف كلانز. هخلص ونفطر سوا على طول. لا انا نفسي استهدف، مش هفطر. ليه؟ انا بعد ما سمعت الفيسك كلانت ده وانا ماليش نفس. فيسك كلانت ايه؟ خلاص خلاص. انت قلت لي ايه؟ هقفلها. بتقول ايه كلاسيك ايه؟ كلاش اوف كلانز. كلاسيك كلانت ايه؟ بحترم نفسك وانت بتكلم جدك، انا ما اتقاليش ابدا الكلمه دي، فاهم؟ حاضر همسحها والله. كلافيس فانكس. خلاص بقى يا صابرين ما تكبريش الموضوع يا حبيبتي. لا الموضوع كبير وكبير قوي كمان يا رؤوف. يا حبيبتي ما انا قلت لك ان كان عندي شغل مهم وما كانش ينفع، ما كانش ينفع اقعد، كان لازم انزل. في حد يسيب مراتي يوم ليله تخرج ده لوحدها وينزل؟ معلش يا حبيبتي انا اسف. على فكره امك وحماتك زمانهم جايين وهيسالوا ايه الاخبار. قول بقى ان انت خايف على منظرك قدامهم. طب انا هقول لهم الحقيقه، قولهم ان انت هربت وسبتني في اكتر لحظه كنت مستنيها في حياتي. معلش يا حبيبتي، معلش معلش، عديها لي المرة دي وخليكي جدعة، خليكي جدعة يا صابرين. معلش أنا مش جدعة، أنا مش جدعة يا رؤوف. أنت كل اللي خايف عليه منظرك قدام ماما، لكن مش هما قلبي اللي انجرح. سلامته يا حبيبتي، سلامة قلبك يا حبيبتي اللي انجرح، سلامته. بس يا حبيبتي عايز أقولك على حاجة، منظر الراجل من منظر مراته،
وانا ما يخلصنيش ان منظر مراتي يبقى وحش. سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، ودي مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة. وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوة بنات، ساعتها قدرت أخلص من زنه عليا وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جت لي دعوة لحضور حفل مسرحي لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين، واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مديرية التعليم بالجيزة، ولقيته بقى دكتور. واستغربت جدا، ازاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده؟ بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة، مكانتش مجرد دعوة الحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. لازم تكوني عايزة تبطلي فعلا من جواكي، ما تشيليش هم العلاج، اهم حاجة تكوني قد القرار. انا الفترة اللي فاتت دي كنت كره حياتي باللي فيها، ده اللي خلاني اضرب الزفت ده. بعد كده لما شفت أستاذ هلال وشفت طيبته وحنيته، عرفت يعني ايه أب، يعني ايه تحس انك عايش. عشان كده أنا نفسي أبطل وأرجع بني آدم طبيعي. يبقى لازم نبدأ من دلوقتي. أنا خلصت لك خلاص إجراءات الدخول، وهتابع حالتك بنفسي. شكلك كده داخل على قضية جديدة ومحتاس فيها من غيري. بدور على واحد اسمه كاف ألف، شغال في مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عايز أعرف اسمه ومنصبه. بسيط، معرفة أختي شغالة هناك، أسأل. هوبا، لقاء العمالقة. بقول لك يا زكي، ما تعرفش حد بيكتب في الفن؟ صحفي، مصور؟ ده أنا أعرف الفن نفسه. طيب، أنا عايز أعرف عناوين دول. نعيمة سلطان، ليلى الشناوي، ريهام شفيق، وعايزك تجيب لي مين فيهم بالظبط اللي واخده دكتوراه. بس احنا كده مش محتاجين صحفي، احنا كده محتاجين ريجيسير. وده نجيبه منين؟ هو مفيش غيره، عم نشأة ابو عمر ده معاه عناوين وارقام ممثلات مصر كلهم. اديلي انت بس ساعتين زمن وانا اجيب لك خبرهم. تجيب لي خبرهم؟ انا مش عايز اموتهم، انا عايز عناوينهم. خلاص انا اجيب عناوينهم وبقى انت اجيب خبرهم. احنا هنعمل ايه في الكارثه دي؟ وهنجيب الفلوس للراجل ازاي؟ بص بقى، كل ده اصل حصل بسببك انت، انت اللي خليتني اعمل كل ده وصورت كل الفيديو كويس كبنا منا. لما ربطكيش على ايدك وبعدين احنا مش هنقعد نلوم في بعض، خلينا نفكر احسن. بص انا خلاص ما بقتش عارفه افكر، انا اصلا اهلي لو عرفوا هتبقى كارثه. اموت واعرف جاب ارقامنا منين. يعني انا رقمي سهل، انما جاب رقمك انت ازاي؟ وليه ما هديتش بنت تانيه من البنات؟ اشمعنى انت؟ هو انت عملت كده مع بنات غيري؟ هو انت ايه يا اخي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ هو ده يعني اللي انت بتفكري فيه؟ حبيت اساعدك في التفكير، يعني كصديقه،
فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض امتى؟ كل حاجة تتحل. أعرف بس مين ابن الجزمة. حبيت أساعدك في التفكير يعني كصديقة، فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض إمتى؟ المفاتيح ضاعت مني فغيرت كلامي. خلاص ما تبيش تنسي بقى تعملي لي نسخة. حاضر. في ايه مالك؟ لا مفيش، عندي مشكلة في الشغل. طيب ماشي، حطي لي الأكل بقى على ما أغير هدومي. دي دكتور عماد اللي حكيتها لي. اخرج تعورني. مش هينفع تخرجي. انا ما حدش هيبني عليك. هاتوها. اوعي. 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 انا مش فاهمه منك اي حاجه يا دراز. بتكلمني بالالغاز. ايه واحد في منصب كبير بيشتغل معانا هنا في المديريه؟ وأول حروف من اسمه كاف ألف. إيه؟ فزورة؟ ولا فزورة ولا حاجة يا عفاف. طيب بتسأل عليه ليه؟ الراجل ده ليه قضية قديمة ومشي وبطال ولازم نفضحه. طب ولما تحصله إن شاء الله وتفضحه أنت هتستفيد إيه؟ إيه اللي هستفيد إيه؟ خبطة صحفية جديدة للجريدة طبعًا. آه قلت لي. وأنا اللي كنت فاهمة إنك أنت اتعلمت من هلال انك انت بتحارب الناس دول، لكن مفيش فايده. اهم حاجه عندك الجريده والنشر وبس، ومصلحه اختك مش حاططها في حسابك ابدا. يوه. المهم يا عفاف تعرفيه ولا لا؟ طيب مفيش تفاصيل تانيه عنه؟ والله كل اللي اعرفه انه شخص اصولي وكان بيزور شهادات. استنى، كان في واحد بيشتغل معنا هنا اسمه كمال اكرامي. اكرامي؟ مش ده حارس مرمى الاهلي؟ صدق بالله انا غلطان اني بساعدك. ايش جاب اكرامي لاكرامي ده؟ طب خلاص خلاص، قولي لي بس تعرفي ايه عنه؟ اعرف انه انسان سمعته زي الزفت، والحمد لله يا رب غار وراح في 60 داهيه. اكيد اترفد، بس انا هلاقيه فين دلوقتي؟ اترفد ايه؟ قلبك ابيض. رقوه مسكوه اداره البعثات في وزاره التربيه والتعليم. وعشان سمعته وحشه يرقوه؟ وده مكانه فين؟ في اليابان. اليابان؟ بيعمل ايه في اليابان؟ مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. الف مبروك يا دناوي. مبروك يا حبيبتي. ايه ده مالك؟ شكلك مش مريحني دبلانه كده ليه؟ لا عادي ولا حاجه. ايه؟ دبلانه ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبه قلبي ضحكتها كانت مسمعه الشوارع اللي حوالينا كلها قبل ما حضراتكم تشرف. لا عادي، ما هي معروفه اول ما بتبدا بضحك يبقى لازم تنتهي بغم. عسل حماتي. عسل اسود يا جوز بنتي. طمنيني، عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجه. يا نسبتي؟ ايه ايه يا نسبتي؟ ولا حاجه ازاي؟ لا ايه نسبتي دي في ايه يا ابني؟ لا 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 مفيش حاجه ولا حاجه. ازاي بقى؟ احنا ما سبناش حاجه، ما عملناهاش. صابرين حبيبتي ما قصدها ما سبناش حاجه ما عملناهاش. يا سلام كده طمنت قلبي يا حبيبي.
علمتها رماية الطبنجة التسعة ملي، علمتها ازاي تقبض على مجرمين، علمتها ركوب الخيل. ركوب الخيل ده احنا كنا دلوقتي قبل ما انتوا تشرفوا كنا احنا هنا رهوان، ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم شرفتوا خدنا بريك. احنا اصلا في بريك من امبارح. ايه بتهزر صابرين حبيبتي بتهزر. هو في ايه؟ هي البنت كل ما تيجي تقول كلمه تنط ببقها وتسكتها ليه؟ ها وما بينا يا صابرين يا حبيبتي علشان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، اصل فار بدا يلعب في عبي وعايزه اطمن بقى. بلاش لسه الفار ينط. تعالى هنا كلمني، هو في ايه حصل حاجه؟ ما هو الحكايه انه ما حصلش اي حاجه. يا نهار اسود وحشه، ما حصلش اي حاجه وحشه. اه كده طمنت قلبي حبيبي. بابي يا من عايز حاجه؟ انا كنت عايزه موبايل جديد وشويه هدوم كده. شويه هدوم ماشي، بس الموبايل اللي معاكي ما هو جديد. لا ما اصل كل اصحابي كل معاهم ايفون اكس. ماشي يا ستي. خدي يا مان. ثانك يو بابي. ايه ده جمال؟ يا حبيبتي فلوس عشان تشتري هدوم جديده وموبايل جديد. في حد يدي بنت في ايدها مبلغ زي ده؟ انا هاخد الفلوس دي وابقى اجيب لها اللي هي عايزاه. يعني كاف الف طلع اسمه كمال اكرامي. سافر اليابان في بعثه تعليميه عشان يتعلموا هناك نظام تعليمي جديد بيطبقوا اليابان اسمه التوكاتسو. المفروض ان هم يجوا يطبقوه هنا في 212 مدرسه هتبنيها اليابان هنا في مصر على حسابها. طب وهو ايه اللي طلعوا حاجه زي كده؟ المفروض انه كادر اداري. يعني هي جت عليه هو اهلال ده كل اللي سافروا معاه في البعثه اداريين في وزاره التربيه والتعليم. مش كده وبس، دول كملوا العدد بقرايبهم كمان على اساس انهم مدرسين. يعني راحوا يتفسحوا شويه ويفكوا عن نفسهم على حساب الدوله. ربنا يستر بس وما يتفشوش في اليابان ويتعرف انهم مش مدرسين، هتبقى فضيحه. يعني فرصه وجات لينا ان احنا نعلم المدرسين بتوع نظام جديد ينفع الطلاب، نقوم نضيعها من ايدينا عشان هو واصحابه يروح يتفسحوا. بس في حاجه يا ليل، انت قلت لي ان كاف الف ده معاه دكتوراه، عفاف اختي قالت لي ان كمان اكرامي ده لا دكتور ولا حاجه. جبت لك اخبارهم عالمي. طب كويس، استنى لما اكتب وراك. ليلى الشناوي هجرت بره مصر من سنين. ونعيمة؟ لا لا مفيش حد بالاسم ده. الشيخة ريهام شفيق. شيخة ايه؟ دي ممثلة. لا ما هي اعتزلت اعلامي وبقت داعية. تغيير مهنة يعني. يبقى اكيد هي دي الدكتورة. لا لا الدكتورة دي ليلى الشناوي اللي هجرت. هجرت. وده حصل لها ازاي؟ دي صورة للولاد بتوع السايبر اللي بيسربوا الامتحانات. اعمل لي نشرة بيها. احنا بندور على النت والفيسبوك والسوشيال ميديا للولاد اللي في السن دوت، في خلال ساعات هنقدر نجيبهم. الامتحان بعد بكره، يعني العيال دي لازم نوصل لها قبل الامتحان. تمام يا فندم. ريهام شفيق طلعت داعيه مش دكتوره زي ما هو مكتوب في مذكرات مريم. ليلى الشناوي دي اللي معاها دكتوراه ودي هاجرت لامريكا. بس لو جبنا الايميل بتاعها هنعرف نتواصل معاها ونكلمها على النت. يبقى انا لازم اوصل لريهام شفيق. بعد ما بابي وافق واديني الفلوس مامي جت واخدتهم مني، فما عرفتش اعمل ايه يا سيدي. انا حتى فكرت ابيع الموبايل واللابتوب بتوعي واقول لها يا سيدي ان هم اتسرقوا، بس دول مش هيجيبوا لي اكتر من 20,000 جنيه. انا كمان ما عرفتش اتصرف في المبلغ. طب وبعدين يعني؟ يا منى اتصرفي. اتصرفي يا منى، ان شاء الله حتى تسرقيهم. اسرق؟ هنعمل ايه يعني؟ انت مش شايفه التهديد؟ اليومين دول بقينا ننام ونصحى على العاب شيطانيه مصحوبه بحملات اعلاميه هدفها انهم يخرجوا المراه من بيتها علشان تختلط بالرجاله تحت اي شعار. عايزين يخلونا ننسى حيائنا ونقلع حجابنا. شيخه ريهام في ناس عايزينك بره. نزلوا النقاب يا فتيات، ما يصحش تتكشفوا على رجاله. انتوا مين؟ انا اللواء منظور شكري.
يا اهلا وسهلا، ارفعوا النقاب يا بنات، انهم من اهل الدار. تفضلوا تفضلوا. قوموا انتوا يا بنات قوموا. تفضلوا يا اهلا. انا قلت ايه خلاهم يعملوا كده؟ انا كنت جاي اسالك. سعادتكم تسالوا براحتكم وانا اجاوب، بس يا ريت تستنوني اخرج البنات عشان نتكلم براحتنا. روحوا انتوا يا بنات، الدرس خلص، يلا مع السلامه. انا كنت لسه مجهزه تقارير سريه عن الاخوات، وكنت هقدمه بكره للواء بكر. مش سعادتك زميل اللواء بكر؟ لا احنا جايين في موضوع تاني الحقيقه. انتوا مين؟ انا هلال كامل الصحفي. كنا جايين نسال عن الممثله كانت معاكي في مسرحيه شقاوة بنات. لو سمحت انا اعتزلت الفن من زمان وتبت الى الله. استغفر الله. وحد قالك تعملي حاجه حرام؟ جاوبي على قد السؤال. انا ما قلتش حاجه سعادتك. بالراحه سياده اللواء، بالراحه بالراحه. انا كنت جاي ادور في سر انتحار مريم رياض. الله يرحمها. وعايزك تساعدينا. اساعدكم ازاي؟ كان في ممثله معاكم في العرض كانت متجوزه عرفي ومعاها دكتوراه. ما اعرفش قصدك على مين، بس ممكن تسال ليلى الشناوي ونريمه. امال مين نعيمه؟ يا نعيمه، انت جبت الاسم ده منين؟ ما نريمان هي نعيمه بس غيرت اسمها. اه طب ونريمان دي الاقيها فين؟ نريمان مش ممثله. هي رخرة غيرت شغلتها؟ لا، ما هي اصلا رقاصه. رقاصه. صورك الفيديو ده منه؟ ده عصام المدرس بتاعي، بس والله أول مرة أعمل كده يا جدو. وإزاي تسمحي له إنه جرجرك لحاجة زي كده؟ دي لا هي تربيتك ولا أخلاقك. أنا عارفة إن أنا غلطانة، بس المشكلة دلوقتي إن الراجل مع الفيديوهات دي بيهددنا إن لو ما ادانوش الفلوس كل الفيديوهات دي هتكون على الإنترنت. ما تخافيش انا هتصرف. بس بليز يا جدو بلاش بابي مامي يعرفوا. ما تخافيش مش هعرفوا. المشكله اصلها انك انت حاولتي تصلحي الغلط بغلط تاني، سرقت ابوكي، الفلوس دي لازم ترجع. انا عمري في حياتي ما مديت ايدي على حاجه قبل كده، انا بس خفت وما عرفتش اتصرف. هات الفلوس دي هرجعها مكانها، اديني بس الرقم السري بتاع الخزنة. انت بتعمل ايه؟ انا انت بتسرقني في بيتي؟ غدا غدا تعالي شو ابوك بيسرقني. الصحفي الشريف اللي بيواجه الفساد قايم نص الليل وبيسرق خزنه جوز بنته. بلاش فضايح يا جمال. خفتش من الفضايح وانت بتسحب عشان تسرقني؟ في ايه يا جمال؟ ابوك بيسرقني. انت بتعمل ايه هنا؟ والخزنه دي فتحتها ازاي؟ ادي جدكم اللي بتفتخروا بيه. كنت عايز تطلع زيه؟ انا مش عاجبك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ جده مش ممكن يعمل كده. انت ساكت ليه؟ جمال بيتكلم صح؟ جده ما عملش حاجة، أنا اللي كنت. بس يا منى أنا مش محتاج حد يدافع عني، أنا ما كنتش بسرق، أنا بس كنت محتاج قرشين كده. فقلت تستلف من الخزنة صح؟ كل مرة بتنزل من نظري أكتر وأكتر،
امال ايه بقى الكلام عن المبادئ والشرف والاخلاق؟ صدعتنا وفلقتنا. مامي انا اللي كنت اصدق. بس يا من مش خالص. برا، اخرج برا. استنى يا جدو، انت لو مشيت انا همشي معاك. تمشي معاه تروح فين؟ انت اتقبلت؟ هتلاقي ولد يلا على اوضتك. مش طالع في حته ومش هسيب جدو يمشي لوحده. انت بترد عليا؟ انت بتعمل ايه؟ دي مش طريقه تربيه. ليك عايز تتكلم على التربيه؟ ايه؟ عايز يطلع زيك؟ بص بقى يا حبيبتي، من النهارده انا عايزك تنسي كل اللي فات. الليله دي مفيش شغل، الليله دي بتاعتك انت بس. بجد يا رؤوف؟ بجد يا روح. ايه بتعمل ايه؟ ما تردش، سيبه يرد. حاضر، مش هرد. طب على الاقل اشوف مين بس، اشوف مين بس. ده الاستاذ هلال. فرقت. طب بص يا حبيبتي، اصل انا هقول لك ده بجد بقى، بجد. انا لازم ارد. ليه بقى؟ الاستاذ هلال على علاقه مباشره بفؤاد باشا. لا مش فاهم طبعا. صح؟ لازم ترد. الو، يا هلال بيه، ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب 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 طيب، انا جاي لك حالا، جاي لك حالا. اتفضل اتفضل، مع السلامه. اتفضل. بص يا حبيبتي، هي ساعة واحدة وهتلاقيني داخل عليكي من باب بيتنا ده. لا يا حبيبي، روح بالسلامة، شغلك أهم، شغلك أهم، روح. مش عارف ليه حاسك بتتريقي يا حبيبتي. لا خالص يا حبيبي، شغلك ومستقبلك، وبعدين الشرطة في خدمة الشعب، تقدر تقولها لأ؟ ينفع؟ مش عارف، مش مصدقك بس. لا لا لا، روح يا قطة، روح يا حبيبتي، متأخرش. يلا. طيب يا حبيبتي، رغم إن أنا مقلق منك بس. طيب بعد إذنك هاخد بس، وزي ما قلت لك أنا. أنت في ساعة وجاي على طول. أيوه ساعة، وهاخد بس التليفون عشان هيرن تاني. يلا بسرعة، روح. بعد إذنك. متأخرش. رؤوف. ايه يا حبيبتي؟ في حاجة اجيبها لك من بره؟ لا ميرسي، خد بس هدومك دي ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. ايه دي، ايه دي، ايه دي يا صابرين؟ ايه انت بتعملي ده؟ ايه ده؟ ايه عم علي، خش شوف جوه ده بورصة ده ولا ايه؟ اجري ورايا، يلا يلا، موته جوه هناك. حاضر يا بيه. يا صابرين. هو ايه يا صابرين؟ دول صابري تعب مني يا اخي. صابرين ما صحش كده يا صابرين، الدنيا ليل، هتسمعي الناس حسينا اخر ليل وتفضحينا في وسط الجيران. ايه بقى؟ اذا كان على الاسانسير، انا يا ستي هجيب لك شركه تصلح الاسانسير. لا يا رؤوف بيه، الاسانسير شغال والله. لا مش شغال، انت تفهم اكتر مني. ايه الخروشه دي؟ خش شوف ايه الخروشه. حاضر. ايه البورصه هناك؟ حاضر. الله، انا بقى عايزه الناس تتفرج علينا يا رؤوف. قعدت تقول اصبري يا زبرين، اصبري يا صابرين، لحد خلاص ما صبري طفش مني يا اخي. ايه ده؟ صابرين، انا طب انا اروح دلوقتي لماما ولا لا؟ ماما ايه؟ ماشي. خير يا استاذ هلال؟ ايه بقى المشكله اللي حضرتك عايزني فيها؟ منى حفيدتي، في مدرس عندها في المدرسه لعب عليها واوهمها انه بيحبها وصورها كم صوره كده. طب ازاي مدرس يعمل كده مع بنت قد بنته ولا اخته الصغيره؟ طب ما الخوف كده لحسن تكون العلاقه اتطورت، يعني الحاجه التانيه سواء مع حفيدتك او مع بنت تانيه برضو. المشكله ان اللابتوب بتاع المدرس ده اتسرق وعليه الفيديوهات. الفيديوهات دي وقعت في ايد واد اتصل بمنى وحاول يبتزها. طب الواد ده بيتكلم من رقم ثابت ولا من اكتر من رقم؟ هو كلمها مرتين من نفس النمرة، هي كاتبه لي النمرة معايا هنا.
جزيلا. ساعات وهجيب لك الواد ده. هي حفيدتك في مدرسه يا استاذ هلال؟ مدرسه اجيال الدوليه. اجيال؟ اجيال الدوليه؟ طب المدرس اللي عمل معها كده اسمه ايه؟ عصام منصور. ايه؟ عصام منصور فيه ايه؟ عصام منصور ده اخو مراتي. اخو مراتك؟ طب على خيرة الله. في بيتها يعني. انت متأكد يا زكي ان نريمان موجودة هنا؟ ايوه عالمي، ده من كتر حفلات الرقص اللي عندها ما بتلاقيش وقت تروح فيلتها. لا يا شيخ، بقولك البلد ما فيهاش شغل. انا جايلك بصفة ودية مش كصحفي، عايز اسألك عن حاجة. حاجة ايه؟ مريم رياض الله يرحمها، مالها؟ انت كنت اشتغلت مع مريم رياض في مسرحية شقاوي البنات. حصل. مريم رياض كان معاها شهادة من أكاديمية التمثيل في كاليفورنيا. أنا عرفت إن الشهادة دي مزورة. مزورة؟ واللي زور الشهادة دي هو نفسه اللي زور شهادة الدكتوراه بتاعتك. شهادة إيه بتاعتك اللي مزورة يا بيه؟ أنا الدنيا كلها عارفة إن أنا معايا دكتوراه في علم النفس من بلاد برة، والشهادة معايا وموثقاها من السفارة ومن وزارة الخارجية. بقول لك الشهادة معايا، حطها في عين التخين. أما مريم مزورة شهادتها، أنا معرفش الحكاية دي، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. واللي عمل كده يبقى جوزي كاف ألف. كاف ألف؟ ده جاسوس ده يا أخويا ولا إيه؟ أنتوا مين يا جماعة وعايزين مني إيه؟ أنت كنت متجوزة عرفي سنة 98 مش كده؟ وبعدين بقى أنتوا حد زيكوا عليا يا بيه؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ هتردي على الباشا نعيمة. نهارك أسود. انت عرفت الاسم ده منين؟ احنا جايين نعرف منك معلومة وهنمشي، مش قصدين اذية ليكي يا بي. انا معرفش اي حاجة عن الكلام اللي انت بتقوله ده. انا صحيح ساعة عرض المسرحية كنت متجوزة محسن النجار المغني، بس ده ما بقاش عرفي ولا حاجة. لما مراته قفشتنا مع بعض وعملت فضيحة، مصر كلها ساعتها عرفت ان احنا متجوزين، وساعتها انا غيرت اسمي عشان خفت من الفضيحة. الدكتوراه بتاعتك يعني؟ في دكتورة تشتغل الرقاصة؟ الدكتوراه بتاعتي مش مزورة، وأنا بشتغل رقاصة برضاية. وده كلام ناس عاقلة برضه. ده أنا أبقى مجنونة لو ما عملتش كده. يا بيه اللي أنا بكسبه وأنا رقاصة في يوم واحد ما بيكسبوش رئيس جامعة في شهر بحاله. ده غير المركز الاجتماعي والسلطة. مركز اجتماعي وسلطة وأنت رقاصة؟ لما خدت الدكتوراه حبيت اطلع رخصه سواقه، قعدت 1000 سنه بجري في المصالح الحكوميه وبرضه الرخصه ما طلعتش. لما اشتغلت رقاصه بتليفون مندي اقدر اطلع رخص لاي حد وانا قاعده في مكاني وحاطه رجل على رجل. رخص ايه يعني؟ هتكون رخص ايه يا هلال يا اخويا؟ طلعتش هي. ايوه يا نجلة، انت فين؟ في مشوار. مشوار؟ اصلا انا عندك في المعرض وعرفت ان انت جبتي عربيات وحملتي كل اللي فيه وفضيتيه. اتباعت يا حبيبتي. اتباعت؟ طب وفين نصيبي؟ لا يا حبيبتي معلش، مالكيش نصيب فيها. دي بيعه كنت متفقه عليها من فتره، بس ده ما يمنعش انك تجيبي بضاعه وتفرشيها، وده حقك، ما انت شركتي في المعرض يا بنت ال... Thank you.
استاذ هلال، ليلى الشناوي ردت علي. هو ايه اللي طلعها فجأة في دماغك كده نتغدى برا يعني؟ عادي، تغيير مناظر. ما نفسكش تغير جو؟ لا، اصل يعني مستغرب الحنية الزايدة دي. ايه، في حاجة عايزاني اخلصها لك؟ هو لازم يعني يبقى في مصلحة؟ اخسى عليك يا جمال، على طول ظالمني كده. عموما بكرة تعرف غلاوتك عندي. ما انا حاسس كده. انت ماشية في الطريق ده ليه؟ ابدا، هنعدي على نجلة ناخدها معانا. انا قلت في حاجة غريبة من الاول. وايه الغريب في كده؟ انا ونجلة بقينا شركة في كل حاجة، واكيد يعني مش هستكتر عليها عزومة غدا برا البيت. مزعجها ليه؟ هو انت مش معاك مفتاح؟ افتح بالمفتاح اللي معاك. معايا مفتاح، بس ال بس ايه؟ افتح. ادلك. عامر، بتعمل ايه في بيتي؟ يظهر يا جمال ان احنا جينا في وقت مش مناسب. بقالي كتير قوي ما عملتش لقاءات صحفية. في الحقيقة يا أستاذة سلوى، أنا مش جاي أعمل لقاء صحفي. نعم، أمال جاي تعمل إيه؟ أنا جاي بس عشان عايز أعرف معلومة عن مريم رياض. ياه، وأنا اللي قلت أخيراً عرفته إمتي وجايين تكرموني. مريم رياض ارتاحت، ويا ريت أنا كمان أرتاح زيها وأنت ترتاح. لا، أنا مرتاح كده. ارتاح أنت براحتك. انت عملت مسرحية زمان مع مريم اسمها شقاوة بنات. وطردوني منها. ايما انت كنت افتكر متجوزها عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم. انا عمري ما اتجوزت عرفي. انا اساسا ما اتجوزتش خالص. طب مين كان معاكم في المسرحية غيرك انت طبعا، وريهام شفيق وليلى الشناوي ونريمان؟ انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ كان في واحدة بتشتغل مع مريم في المسرحية، كان معاها دكتوراه، وكانت متجوزة عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم. انت قصدك على نعيمة اللي بقت نارمان من هلله البعيدة. هي اللي مشتني من المسرحية، وكانت بتخطف مني كل الأدوار وقعدتني في البيت. مفيش غيرها اللي بتجوز عرفي كتير. انا الحقيقة رحت لها وسألتها عن موضوع الجواز العرفي ده، انكرت، قالت اني مش هي. طالما جواز عرفي والدكتوراه مفيش غيرها نعيمة سلطان، هو الحاجة اللي انت بتدور عليها دي مهمة قوي جدا. طب انا هقول لك على حاجه، لو جبت لها سيرتها هتعرف تاخد منها كل حاجه انت عايزها. نعيمه متجوزه اتنين في نفس الوقت. اتنين؟ واحد في السجن والتاني رجل اعمال. لو المعلومه دي اتعرفت هتروح في 60 داهيه. طب وايه الدليل على كلامك؟ عاشور جابر في سجن وادي النطرون، روح واساله. اصل انا ما هنش عليا إن جوزي وأبو ولادي يبقى بيضحك عليه ويفضل مخدوع. قلت لا، لازم تيجي تشوف بعينيك. أمال كنت حمار لما فكرت أتجوزك. أنا إزاي ما تخيلتش إن أنت ممكن أنت تخلص خالص؟ هيقولوا إيه يا جمال؟ هيقولوا إيه؟ اتنين في بيت كبير عريض لوحديهم ومقفول عليهم باب. إيه المبرر اللي عندهم؟ عندكم مبرر؟ أهو ما عندهمش. أنت إيه يا شيخة؟ عايزة مني إيه؟ عايزة تدمريلي حياتي ليه؟ لا يا ماما، الكلام ده ما يتقليش. انا انت اللي عملتي في نفسك كده. رحتي اتجوزتي راجل محترم متجوز، ولوثتي شرفه وسمعته في حاجات زباله. ما تصدقهاش يا جمال، دي كدابه. ما تصدقهاش؟ امال اصدق مين؟ خد يالا، استنى يالا، حد امك لرب يكون ميك في السجون يا واطي. يا جمال ما ينفعش كده. اهدى يا حبيبي، اهدى كده. ما ينفعش تحرق دمك عشان شوية ناس ما تستاهلش. ده كلام برضو
جه الوقت دلوقتي ان كل واحد ياخد حقه. انا عارفه انك كاتب البيت ده باسم نجلة هانم، فحق ولادي لازم يرجع. خدي. امضي يا بت، امضي. وبالمرة بقى خدي مضلنا على دي كمان يا حلوة. وإيه دي كمان؟ ده تنازل عن المعرض منك ليا. أصل أنا ما بحبش أشارك حد. ما تقولها يا جمال. هتمضي ولا عايزة فيديوهاتك تبقى في كل حتة عشان الكل يتفرج ويشوف؟ أظن دلوقتي يا جمال ما ينفعش واحدة زي دي تبقى على ذمتك. مش قبل ما ربيها. لا 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 يا جمال، انت راجل ليك اسمك ومركزك، مش عايزين فضايح. طلقها طلقها يا جمال. انت طالق. هو ده كل الموضوع يا رؤوف بيه؟ اسمي رؤوف بيه بالنسبه لك. اوعى تفتكر ان انت عشان نسيبي فهعديها لك تبقى غلطان. مش هو المدرس بيبقى قدوه للتلامذه بتوعه؟ يا اخي ده اهاليهم بعتلهم امانه في ايدك انت ولا زيك. خلاص نقل بيك. في حد كان عارف ان انت عندك صور وفيديوهات على اللابتوب؟ حد زي مين؟ اكيد لا. طب ان هو يجيب تليفونك ويكلمك ودي عرفناها، امال جاب تليفون منا منين؟ الله، ما هو الموضوع لو زي ما انت ما بتقول كده، فلما يلاقي صور وفيديوهات لبنات تانيين اكيد هيكلمهم. لما هو عفريت كده وبيجيب تليفون اي حد يعني. بصراحه انا مش عارف والله. طلع لي الرقم اللي كلمك. طيب هو ده الرقم اللي كلمني. التليفون ده هيفضل معايا. ايه؟ وانت كمان يا رؤوف. رؤوف بيه والله. هو انت هتسيبني هنا؟ والله العظيم